اضطراب التوحد هو واحد من الاضطرابات التطورية اللي بتتصف بوجود خلل بمظاهر النمو الاجتماعي والمعرفي اللي بينصاب فيه الطفل، وعادة بيتم اكتشافه بمراحل مبكرة من العمر. التوحد مصطلح بيشير لاضطراب عصبي تطوري اسمه بالإنجليزي أوتيزم، وهي كلمة مشتقة من كلمة أوتونومي ومعناها الذاتية أو الاستقلالية، بمعنى أنه تسمية الاضطراب إجت كإشارة للعارض الرئيسي للتوحد يلي هو الانغلاق على الذات. بعام 1943 الدكتور الأمريكي ليو كنر عمل رصد دقيق لخصائص الاضطراب وللأعراض اللي بتميزه، إلا أنه الاعتراف بهالتسمية للاضطراب ما تمت وبقي يعرف باضطراب الفصام الطفولي حتى عام 1980. لحد هلأ ما في تفسير لسبب حدوث اضطراب التوحد، لكن الأبحاث بتحكي عن دور مهم للجينات والبيئة بظهوره. التوحد في إله طيف واسع من الأعراض اللي ممكن يظهر فيها، بيظهر عادة وبيتم تشخيصه بالسنوات الثلاثة الأولى من عمر الطفل وبيستمر مدى الحياة. بيعاني الطفل المصاب بالتوحد من قصور بالتواصل اللفظي وغير اللفظي وبالتفاعل الاجتماعي والانفعالي والتفاعل مع المحيط، وحتى بيكون في معاناة بالتعلم. بينشأ الاضطراب بمراحل النمو المبكرة، والدراسات أثبتت أنه متوسط العمر اللي بتبدأ فيه أعراض الاضطراب الظهور بيكون بين 16 إلى 20 شهر من عمر الطفل. بالمراحل المبكرة بتتجلى أعراض التوحد من خلال ضعف الاستجابة الانفعالية العاطفية عند الطفل، 1 مثل عدم التواصل بالتحديق واستعمال العينين، ما بيثبت الطفل نظره بعيون أمه وأبوه، 2 عدم الابتسامة، الطفل هون ما بيستجيب لابتسامة الآخرين، 3 انفعال ووجدان صامت جامد، يعني ما بيكون في أي تعبيرات على وجه الطفل، 4 صعوبة بتقليد الحركات، 5 عدم الاكتراث لحمله أو احتضانه. هي بالنسبة للمراحل المبكرة. أما بمرحلة ما قبل المدرسة، هون الأعراض بتكون أكثر وضوح وأكثر قابلية للقياس، مثل 1 التأخر بالنطق، 2 ضعف العلاقات الاجتماعية، هون الطفل بينزوي وما بيشارك بأي نشاط مع زملائه، 3 خلل بالتفاعل الاجتماعي والتواصل، هون بصير الطفل يقول نفس الجملة مرات ومرات، 4 السلوك النمطي والطقوسي الجامد والمتكرر، الاهتمامات هون بتكون محدودة وبيحتاج لوقت كتير طويل حتى يرتب الأشياء، إضافة للعجز عن فهم الانفعالات والتعبير عنها. يعني باختصار بيظهر الطفل وكأنه عايش بعالمه الخاص. بشكل عام بيقدر الطبيب أو مزود الخدمة الصحية عموماً أنه يكتشف خلل ما بتطور الطفل، وقتها بتبدأ مرحلة تشخيص التوحد عبر إجراءات تشخيصية موسعة من قبل فريق من المختصين بيتضمن طبيب أطفال وطبيب نفسي واختصاصي نفسي واختصاصي مخاطبة ونطق، بالإضافة لاختصاصي بالتربية الخاصة. هذا الفريق بيعمل مجموعة من التقييمات اللي بتساعد بتشخيص الاضطراب، بعدها بيتم وضع خطة العلاج. كتير مهم ببداية الأمر يتم نفي وجود أي خلل بالسمع عند الطفل، وكمان استبعاد أي اضطرابات تانية ذات منشأ عصبي عضوي. المختصين بيعتمدوا عادة على مجموعة من الاختبارات للتشخيص، 1 بتتضمن مجموعة من الأسئلة بيتم توجيهها للأهل، 2 الملاحظة يلي بيقوم فيها المختص من خلال الفحص النفسي، 3 الفحوصات السريرية يلي بيقوم فيها الأطباء. أما عن الأعراض اللي بتعتبر معايير الأساسية بتشخيص الاضطراب هي 1 العجز المستمر عن التواصل والتفاعل الاجتماعي، وبتتضمن عدم الاستجابة بالمثل بالعلاقات الاجتماعية والعاطفية، فالطفل مثلا ما بيرد التحية، إضافة لضعف بمشاركة الاهتمامات والعواطف، يعني ما بيكون عنده أي مشاركة بالحزن أو الفرح وما بيتعاطف بالمواقف يلي بتستدعي التعاطف.
العجز بيشمل السلوكيات التواصلية اللفظية وغير اللفظية كاستخدام وفهم الإيماءات وضعف بالتواصل البصري وتعبيرات الوجه، وعجز عن تطوير العلاقات والحفاظ عليها، إضافة لصعوبة باللعب الخيالي أو الاهتمام بالأقران. 2- أنماط من السلوك المتكرر والمحظور كحركات نمطية ومتكررة، مثل أنه بيبقى يدور بالغرفة لمدة طويلة أو يصير يرسم دوائر أو يكرر الكلمات، أو الإصرار على نمط غذائي محدد، بالإضافة لخلل بالمدخلات الحسية مثل اللامبالاة بالإحساس بالألم أو الحرارة والاستجابة السلبية لأصوات أو مواد محددة. 3- وغالباً بتترافق كل هي الأعراض مع ضعف بالحصيلة اللغوية عند الطفل. ما في إحصائيات دقيقة عن عدد حالات التوحد بين الأطفال السوريين سواء كانوا داخل البلاد أو بدول الجوار، لكن الإحصائيات العالمية بتشير لأنه من بين كل 10,000 وليد بيصاب 4 أو 5 أطفال بالتوحد لاحقاً، هذا الرقم بالظروف الطبيعية. وأيضاً ما بتتوافر دراسات بتشير لأثر الحروب والكوارث على ولادة أطفال مصابين بالتوحد، لكن بالعموم من المرجح يكون في لبعض الظروف الضاغطة على حياة النساء الحوامل وبالتالي على حديثي الولادة بعض الآثار الصحية، مثل التعرض لحوادث الصادمة والعنف أو التعرض لبعض أنواع المواد الكيماوية الناتجة عن التلوث البيئي أو الأسلحة الكيميائية اللي استخدمها النظام السوري كتير، وسواء كان هذا التعرض لهي الحوادث بمرحلة الحمل أو ما بعد الولادة، فممكن كتير تلعب دور بحدوث التوحد عند الأطفال. من الأخطاء الشائعة هو الخلط بين اضطراب التوحد والاضطرابات التطورية الأخرى كاضطراب التواصل الاجتماعي واضطراب التخلف العقلي. البعض بيعتقدوا أن الطفل المصاب بالتوحد هو طفل غير قادر على التعلم بشكل مطلق، وهالشيء غير صحيح، فكتير من التجارب بيّنت قدرة هالأطفال على اكتساب المهارات بعد إخضاعهم لبرامج علاجية تأهيلية وتعليمية خاصة. ومن جهة تانية في اعتقاد بأنه العلاج المناسب لهالحالات هو علاج دوائي فقط، وهالشي كمان غير صحيح، فالتدخل الدوائي بيكون فقط من أجل تخفيف حدة بعض الأعراض، بينما بيبقى العلاج السلوكي والبرامج التعليمية الخاصة اللي بتناسب الأطفال التوحديين هي العلاج الرئيسي. طبعاً دور الأبوين والأسرة عموماً هو دور أساسي بعلاج حالات التوحد، والتعاون مع المختصين والاهتمام بالطفل بالمنزل بيعتبر عامل مهم بتحسن حالة الطفل. التشخيص المبكر لاضطراب التوحد هو الخطوة الأهم بالعلاج، لأنه هالشي بيأثر على استجابة الطفل للعلاج، خاصة على مستوى الحصيلة اللغوية، كما أنه بعض البرامج العلاجية ما بتقبل الأطفال يلي بيزيد عمرهم عن 5 سنين، لهيك ينصح دائماً بحال الشك بوجود بعض الأعراض اللي ذكرناها سابقاً أنه نستشير المختصين بشكل مبكر بالنسبة للعلاج. فالأطفال اللي بيتم تشخيص الاضطراب عندهم ما بيتم مقاربتهم بعلاج قياسي محدد، إنما بيخضعوا بشكل نموذجي لبرنامج علاجي متكامل ممكن يتضمن بعض البرامج 40 ساعة أسبوعية من التعليم والأنشطة المتنوعة اللي بتهدف لتنمية قدرات الطفل بنواحي متعددة، بتشمل الجانب الحركي والمعرفي وتعلم مهارات بتساعد الطفل على التواصل بشكل أفضل كالانتباه والتقليد ولغة الاستقبال ولغة التعبير والتحصيل ما قبل الأكاديمي والاعتماد على النفس. التشخيص والعلاج المبكر بيقود لنتائج أفضل، وهون بتكمن القاعدة الذهبية بالعلاج. ضلوا بخير وبشوفكن الأسبوع الجاي.